السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا في قناتكم آي هيتينغ، معكم دائما نعيم. كما راكم تلاحظوا معايا اليوم، هذه تكملة الفيديو السابق كنت درتها على المضخة الإضافية، كيفاش نضيفوا مضخة وعلاش نضيفوا مضخة. في الحقيقة هذاك الفيديو راني حذفته لبعض الأسباب، نعاود إن شاء الله غادي نبثها بعد ما طلبت الإذن من صاحب الصورة هذيك اللي هو زميل، باش نعاود نبثها ونعيد الصياغة ونفهموا بطريقة أكثر. إذا اليوم راني قدام لاشوديير مباشرة، هذه شوديير من نوع جيركار، فيها مضخة من نوع بوش. لما شفت لاكارت مرتاحة، باسكو راني فتحت وحوست الداخل، لاكارت مرتاحة ما تتحملش مضخة إضافية، إذا ماهيش مزودة بنظام، ما تدعمش إضافة مضخة. لكن احنا نقدروا نضيفوا مضخة أخرى إذا فهمنا مبدأ العمل. إذا هنا المضخة هذه، هذا هو مكانها، هنا راني قلعتها. هذه الإلكتروفان اللي تقلب لنا ما بين شوفاج وسانيتير، هذه موتوريزي، سينو إلكتروفان موتوريزي. ولكن من يجيها الأمر؟ الأمر يجيها من هذا الكابتر كما رانا نشوفه مع بعض. الكابتر دو دي بي، هذا الكابتر تاع يعني هو مستشعر سريان يعني الماء، لما يدخل الماء من البارد يفوت، هو راح مع البلوك هذا، اذا يفوت الماء يستشعر هذا، يعطي الامر للكارتمر باش تبدل الوضعيه، الكارتمر تبدل الوضعيه. اذا احنا هنا باش يعني تقنيا نقدروا نضيفوا مضخه ثانيه، ولكن لازم نزيدوا لها متحكم الكتروني. هذاك المتحكم الالكتروني سواء نعتمدوا على المستشعر هذا ولا نضيفوا مستشعر اخر. كيفاش نفهموا احنا مبدا العمل؟ نفتحوا هنا. مبدا العمل هو ان هذه مصفات صغيره. مبدا العمل هو ان لما يدخل الماء منا، يطلع هذا هذه القطعه، هاي رانا نشوفوا فيها بيضاء، هذه القطعه نقدروا نشوفوها. لما يطلعها المغناطيس يطلع ويأثر على المستشعر هذا. انا المستشعر اللي حذفته باش تشوفوه باللي ما كانش صله، ما كانش حتى صله ما بينه وبين الاخر، ما عدا المجال المغناطيسي اللي يديره يعني المغناطيس اللي راه لداخل ملاصق مع هذا القطعه البيضاء. هذه القطعه البيضاء احنا كيفاش نعرفوا باللي هذا يعمل مغناطيسي؟ جبت انا قطعه تاع مغناطيس صغيره، هاي قطعه مغناطيس صغيره، غادي نحطوها فوق النحاس. بون النحاس ما يقبضش المغناطيس، ولكن القطعه هذه راح تتفاعل لنا مع المغناطيس اللي راه الداخل. فوالا، دونك انا لما نحرك لاحظوا بان المغناطيس في الاعلى راح يتحرك. لماذا؟ لان المجال المغناطيسي راح ياثر عليه. كاين مغناطيسين اثنين، واحد الداخل واحد برا، ما كان حتى شيء. اذا هذا مستشعر مغناطيسي، وهذا المستشعر كذلك لو نأثر عليه هنا بالمغناطيس يعطي الامر للالكتروفان مباشره. اذا كيفاش نزيدوا مضخه اضافيه؟ المضخه الاضافيه اذا اردنا ان نزيدها، لكن بشرط انها تنطفئ في حاله ما استعملنا الماء الصحي. نجيبوا مستشعر ثاني نضيفوه منا، سواء ندوا الامر من المستشعر هذا ونضيفوا قطعه الكترونيه. ان شاء الله فيديوهات جايه نوضح لكم كيفاش يكون الامر بمخططات وسيلوفون نصنعها. اذا صنعتها نوريها لكم ونديروا تجربه على مباشر. سواء نستعملوا المستشعر هذا لما يدخل الماء، المستشعر هذا يقوم باطفاء المضخه السوبليمونتير اللي رانا دايرين، واذا اطفانا السانيتير ولات حاله الشوفاج، المستشعر يقوم بتشغيل المضخه الاضافيه. إذا احنا غير باش نفهموا، يعني راه فيه بعض الأصدقاء ربما ما فهموش وسألوني أسئلة أخرى. لما نضيفوا مضخة إضافية تكون في الخارج، لازم إذا كانت تعمل الشوديير تعمل في حالة شوفاج، يشتغلوا المضختين الاثنين. أما إذا كانت تستعمل في حالة ماء صحي، ساخن صحي، لازم تنطفئ المضخة الخارجية وتبقى المضخة الداخلية فقط هي اللي تعمل، لأنها تعمل مع النظام يعني يكون داخلي، والأخرى تنطفئ، لأن في حالة سانيتير هذه لا فائدة منها إلا في حالة شوفاج. إذا كانت هذه يعني فكرة عامة، يعني أعطيتكم فكرة عامة، ولو أنها لازم لها فيديوهات أكثر وشرح أكثر. إذا المبدأ هو أني نضيف جهاز آخر، سواء نعتمد على هذا ولا نضيف جهاز مغاير إلكتروني ولا إلكتروكهربائي يتحكم لنا في مضخة ثانية. إذا كان هذا كل شيء، ونعود إن شاء الله نعود لكم توضيح بالصورة، نزيدوا فيديوهات أخرين إن شاء الله باش تكون عندنا الصورة أوضح. إذا ربي يوفقكم، السلام عليكم.